أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نسخة إلى الرأي العام. نسختنا اليوم عن واقع الأجهزة الشرطية في ليبيا بالتزامن مع الذكرى 58 ليوم الشرطة الوطني. سنسلط الضوء الليلة على عمل جهاز الشرطة في ليبيا وكيف أصبح اليوم، وهل ما زال لرجل الشرطة الليبي مكانته القوية أم أن هذه المكانة تقلصت من بعد ثورة فبراير بفعل التشكيلات المسلحة التي تفوق الأجهزة الشرطية بالعتاد والنفوذ، وأيضا ما الآليات الممكنة للنهوض بهذا الجهاز المهم الذي من مهامه المحافظة على أمن وأمان المواطن كما هو شعاره. أسئلة كثيرة سنحاول البحث عن إجابات عنها في حلقة الليلة من نسخة إلى الرأي العام، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير وأعود لأرحب بضيوف نسخة الليلة. مع إحياء وزارة الداخلية السبت للذكرى 58 ليوم الشرطة الوطني باعتباره موافقاً لذكرى توحيد الشرطة في أقاليم ليبيا التاريخية برقة وفزان وطرابلس في 8 أكتوبر في العام 1964، وكان احتفالاً شهد مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في ساحة ميناء الشعاب في طرابلس بحضور عدد من وزراء حكومته ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية وممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا. الاحتفال بالمناسبة يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات على المستوى الأمني والتنظيمي وتراجع ملحوظ في أداء مديريات الأمن فيما تداخلت المهام من خلال استحداث أجهزة أمن في العقد الأخير لعبت دور مؤسسات الدولة المعنية ما عدا بعض المهام التي ما تزال وزارة الداخلية تطلع بها، فيما باءت جهود إدماج منتسبي هذه الأجهزة في قطاع الأمن بالفشل لعدة أسباب. في المقابل اتهامات تطول مديرية الأمن في الزاوية حيث تتهم أجهزة مكافحة الجريمة هناك بالترويج للمخدرات وحماية المتاجرين بها للكسب غير المشروع، ورغم كثرة تداول هذه التهم فلم يصدر أي بيان أو يفتح تحقيق رسمي بالخصوص. مجموعات مسلحة ومسؤولو أجهزة شبه عسكرية وكتائب أمنية يمثلون اليد الطولي في مناطقهم. هذه الذكرى تلقي بثقلها على واقع الوضع الأمني الهش في البلاد وتطرح تساؤلات عن مدى ما أنجزته وزارات الداخلية المتعاقبة والمتوازية أحياناً في سبيل التطوير من القطاع وإعادة هيبته واطلاعه بمهامه المنوطة به، فيما تبقى التحديات التي يجب على القطاع تجاوزها معلقة على أطلال البيوت المدمرة وصور الجثامين المرمية جراء عمليات القتل بهدف السرقة وحالات النزوح السكاني الذي يشهده الجنوب إلى الشمال. بسبب انعدام الأمن تبقى الشواهد جاثمة على صدور الليبيين الطامحين ببلد آمن وأمان يعيشون في كنفه من أجل غد أفضل. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. لاستقراء هذا الموضوع والبحث في تفاصيله أرحب بضيوف نسخة الليلة الذين سوف يرافقوني طيلة هذه الحلقة، اللواء عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية، وأيضا سوف يكون معي اللواء محمود سعيد وكيل وزير الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة الوطنية، وأيضا من المفترض أن يكون معنا الضيف عادل الطلحي رئيس المركز الليبي للدراسات الأمنية. أرحب بجميع ضيوف نسخة الليلة وأبدأ سريعا مع اللواء عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء ونشكرك على قبولك دعوة المشاركة معنا في حلقة الليلة من نسخة لرأي العام. بداية نبارك لكم عيدكم 58 ليوم الشرطة الوطني، ولكن نبدأ معك يعني عن الأسباب التي جعلت عمل الأجهزة الشرطية هنا يتراجع دورها من بعد نجاح ثورة 17 من فبراير. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في الاستماع لي. نعم سيادة اللواء نحن نسمعك جيدا. تحية مسائية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الوسط. حقيقة دعني قبل أن أجيب عن سؤالك الذي طرحته، عنونتم قبل قليل على صدر صفحتكم على التواصل الاجتماعي فيسبوك عنوان في ذكرى تأسيس الشرطة هل تحولت إلى رعاية الجريمة بدلا من محاربتها. دعني أوجز لك بعض الكلام
أن هيئة الشرطة هيئة منظمة جدا، وهي تمتثل للقانون واللوائح التنظيمية والقرارات التنظيمية أيضا، ولسنا رعاة للجريمة، بل ونحن نحاربها عن طريق كافة الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديريات الأمن والإدارات العامة، وهذا على مرأى ومشهد المواطن على سبيل المثال شهود إدارة شؤون المرور ومكتب المرور في مديريات الأمن، أيضا مراكز الشرطة لديها دور كبير وليس الخبر كالأعيان. أي مجمع للمحاكم الخاص بالنيابات، لماذا الازدحام؟ هذا سؤال. الازدحام تأتى من جهود مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية المتخصصة كمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارات العامة. لأنه هو خلينا نقف معك عند هذه النقطة سيادة اللواء، يعني أنت تحدثت عن العنوان الحلقة وشفتها حتى عبر السوشيال ميديا، لأن يعني هناك معلومات يعني تثبت يعني تورط بعض الأفراد وبعض الأجهزة في البلاد بالمساعدة يعني في العمليات التي هي خارج إطار القانون للاستفادة الشخصية وما إلى ذلك. هناك تقارير تتحدث عن ذلك، وفي يعني هذا جهاز مهم وفي عناصر وطنية مثلك ومثل غيرك سيادة اللواء، ولكن هو العنوان هذا أنت أجبت عليه بالطريقة المثلى، تكلمت بشكل موسع على هذه المسألة لكي لا نعطي الموضوع الأكبر من حجمه. ندخل في التفصيل مباشرة سيادة اللواء والإجابة على 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 سؤالنا، يعني هل تشوف أن اليوم دور الأجهزة الشرطية تراجع نوعا ما بالمقارنة بالسنوات التي كانت قبل ثورة 17 من فبراير؟ لأن هذه ردود كثيرة من المواطنين، ولماذا؟ نعم سيدي الفاضل، قبل أن أبدأ لك، هناك قبل الحديث عن إجحاف إن صح التعبير في مصطلح رعاية الجريمة بدلا من محاربتها، أرجو التصحيح، لأن أعضاء وزارة الداخلية يعملون ليل نهار. الآن أنا أحدثك، هناك بوابات واستيقاف وضبطيات ومراكز شرطة مفتوحة للمواطنين للتقدم لبلاغاتهم وشكاويهم وإحالة المواضيع إلى النيابة العامة، كل حسب اختصاصه. نعم سؤالك سيدي الفاضل، الأنظمة السياسية بلا أدنى شك لها تأثير مباشر في أي دولة في العالم على مكون الشرطة أو جهاز الشرطة. شاهدنا أو لاحظنا اللي بينكب النظام السياسي بل واختزل اختصاصها وأجهزتها فيما يعرف بالمحلي أو بالتحالف. وهو نواجه في صعوبة سيادة اللواء للاستماع إليك، بس لو تكون في إمكان في تغطية لنحاول أن يعني نستشف من حديثك وفهم ما تقول، ولكن سوف أعود لك بعد أن أستقبل الآن اللواء محمود سعيد وكيل وزير الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة الوطنية. سيادة اللواء محمود، أهلا وسهلا بك في نسخة للرأي العام. يعني سلطة الشرطة تشمل العديد من المهام، منع الجريمة وخدمات الحماية، تنظيم القانون، الحراسة المدنية وغيرها، وكل هذه المهام يرى البعض أنها سحبت منها وأصبحت اختصاص في وقت من الأوقات لتشكيلات مسلحة أكثر نفوذا وتأثيرا على الأرض. كيف تعلق على هذا؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله. عليكم الله السلام. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف أولا، ونهني كافة زملائي من مجال أمن رجال الشرطة بمناسبة العيد 58 ليوم الشرطة الوطني. هذه الذكرى الجميلة، الذكرى الرائعة العزيزة على قلوبنا الحقيقة، التي أقيمت ذكراها يوم الأمس. في الحقيقة وزارة الداخلية تشتغل وفق قوانين معدة وموضوعة موجودة، ولا زالت هذه القوانين طبعا تحدد اختصاصات كافة الأجهزة الأمنية. يتعلق بالمكونات وإلى
الأجهزة اللي هي أدت مؤخرا إلى الداخلية، الحقيقة هي معظمها يا إما انضمت لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع، وكل عندها اختصاص يعني. كل المكونات اللي موجودة الآن تشتغل وفق لقوانين، وكل في وفق اختصاصها. فالوزارة الداخلية لم تشتغل اختصاصها، ولكن قد تكون انضمت إليها بعض المكونات الغير مؤهلة، والآن تدريجيا يتم تأهيلها وتدريبها حقيقة يعني. يعني كيف ذكرت أن مسألة مهمة، يعني في عناصر غير مؤهلة تلتحق بهذه الأجهزة المستحدثة، يعني كيف يتم اعتماد هذه الأسماء ومن من، وما هي البرامج التأهيلية لهم قبل أن يصلوا لمسألة التعيين والعمل في القطاع الأمني؟ البرنامج التأهيل طبعا وزارة الداخلية لديها معاهد تدريب متخصصة تضم إليها هذه الأنواعات، طبعا من باب ضم ودمج المقاتلين في أجهزة الدولة. هناك العديد من المقاتلين بعد ثورة فبراير تم انضموا إلى القوات المسلحة، ومجموعة انضمت إلى وزارة الداخلية. المجموعة اللي انضمت لوزارة الداخلية طبعا يتم تأهيلها ويتم تدريبها وفق المعاهد اللي هي المعاهد التخصصية اللي موجودة، والنتائج كانت عندنا نتائج ممتازة جدا جدا يعني. لدينا بعض الإدارات قائمة بكاملة من المجموعات التي انضمت إلى وزارة الداخلية وتم تدريبها وتم تأهيلها، والآن مجموعات منضبطة جدا 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 وتمارس مهامها بكل مهنية وبكل حرفية حقيقة يعني. طيب ماذا عن التشكيلات المسلحة والأفراد الذين يعملون مع هذه التشكيلات المسلحة، والتي لربما مثل ما يقول البعض لا تأتمر بأمر الداخلية، وهناك أعمال خارج عن القانون، وهناك مظاهر تدل على ذلك، الخروج في الطرقات العامة بدون لوحات، سيارات معتمة عرقلة للمواطنين العاديين. وزارة الداخلية هل أعدت برنامج لمجابهة هذه الظاهرة؟ سيدي لكل الليبيين وكل العالم يعرف أن ليبيا مرت بمرحلة ثورة، الثورات دائما تكون عقب هذه الثورات مرحلة للفوضى والانفلات الأمني، ولكن الأمور ترجع تدريجيا. حقيقة من سنة 2018 اختلف الوضع داخل ليبيا من ناحية من نواحي أمنية من ناحية وزارة الداخلية. الآن كل يوم في 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 تقدم وفي إلى الأحسن في الضبط يوميا، ضبط المجرمين بشكل كبير جدا يوميا. في السابق ما كانت موجودة في بداية الثورة فبراير الحقيقة، ولكن الآن مجموعات كبيرة من المجرمين تم ضبطهم ويتم ضبطهم إلى الآن، وكل يوم مراكز الشرطة مفتوحة وتشتغل وتضبط في محاضرها وقيوداتها المطلوبين طبعا سواء من النيابة العامة، سيد النائب العام يتم ضبطهم كل يوم. عندنا ضبطيات وأعداد كبيرة جدا ماشيين بخطى ممتازة، وزارة الداخلية ثابتة الحقيقة. سوف نحاول أن نسلط الضوء على هذه البرامج من قبلكم سيادة اللواء، ولكن أرحب الآن باللواء أحمد بكرام مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية. سيادة اللواء أهلا وسهلا بك في نسخة إلى رأي العام، نبارك لكم يعني العيد الوطني للشرطة. أسألك هنا يعني ما هي أقسام الشرطة في ليبيا، وهل كلها تعمل في سياق واحد وتقوم يعني بدورها المطلوب منها في هذا الوقت؟ السلام عليكم. طبعا نحب نتقدم بأفضل التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف، كذلك أهني جميع زملائي في جهاز الشرطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الداخلية بالذكرى 58 لذكرى تأسيس الشرطة الليبية. طبعا جهاز الشرطة القضائية هو جهاز مكون يتبع لوزارة العدل، مهمته إشرافية تنفيذية لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل. طبعا عملنا يقتصر على إدارة السجون وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية،
وعملنا هذا ما يتأتاش إلا بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إلا الحقيقة يعني لقينا منها كل المساندة وكل الدعم لعملنا داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل. حسب ما سمعت من الإشكالية أو الطرح اللي طرحتموه في هذه الحلقة بخصوص الخروقات الأمنية والكلام هذا، أشدد على كلام زميلي الفاضل المحترم السيد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود سعيد، المشاكل التي تحدث وجميع الانتهاكات التي تتحدثون عنها أو التقارير مردها إلى عدم التدريب الكافي لصقل هؤلاء لهذه المكونات الأمنية ودمجها داخل العمل في المكون الأمني. محتاجين لمعاهد تدريبية فائقة وأكاديميات للشرطة تدرس فيها العلوم الأمنية بشكل علمي واضح وفق مناهج تعليمية متطورة تواكب هذا العصر. فهذه هي جل الاحتياجات في وزارة الداخلية وجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل. سيد بوكرا، يعني خلينا نتكلموا بشكل واضح ونثمن يعني عملكم وجهدكم يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد من انقسام سياسي وأمني وغيرها من المشاكل، ولكن جهاز الشرطة اليوم بكامل يعني أقسامها الموجودة التي تعمل على الأرض هي محل احترام وتقدير من قبل كل الليبيين، ويتمنوا أنه يشوفوا هذا الجهاز يعمل بكل ارتياحية وأن يطبق القانون على القاصي والداني. ولكن هناك تساؤل مهم، يعني قبل فبراير ومهما قيل عن التقصير والأهمال للشرطة المدنية لكنها كانت وفقا لهيكلية وتراتبية أوامر محددة، خلينا نقوله هذا الأمر يقال الآن أنه لم يعد قائما، برأيك ما هي أبرز العوامل وراء ذلك؟ شوف، القضية أو المشكلة اللي نعانوا في داخل المكون الأمني بصفة عامة داخل دولة ليبيا، أن جهاز الأجهزة الأمنية لا علاقة لها بالانقسامات السياسية أو التجاذبات السياسية، إنما جل عملنا مركز على خدمة المواطن وتفعيل دور العمل الشرطي داخل الشارع أو داخل أي مكون أمني داخل دولة ليبيا. الموضوع أنه بيكون انقطع الاتصال بسيادة اللواء أحمد بوكرا، سوف نعود الاتصال به والمشاركة معنا من جديد في أقرب وقت من هذه الحلقة. أعود الآن للواء عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية. سيادة اللواء أهلا بك من جديد. يعني سيادة اللواء، لعل أبرز عائق أمام الشرطة اليوم هو المتعلق يعني بالأفراد المنضويين تحت التشكيلات الأمنية المختلفة في البلاد، وبالتالي أسأل هنا يعني عن أسباب فشل جهود الإدماج للمسلحين من قبل وزارة الداخلية حتى بالقدر المعقول، خلينا نتكلمه، هل الخلل في التشريعات ذاتها أم العامل السياسي والقبلي والاجتماعي هو السبب في ذلك؟ نعم، أتقدم بشكر للسيد الوكيل اللواء محمود سعيد. وكما أسلف منذ قليل، هناك دورات تدريبية متخصصة في عدة مجالات، أذكر منها تحديدا تابعة لإدارة العمل الدعم المركزي وإدارة العمليات الأمنية والمنبثقة عنها أيضا إدارة إنفاذ القانون، ولعل أكبر صرح علمي الآن يعمل وبكافة تشغيلاته ألا وهو كلية ضباط الشرطة. في القريب العاجل إن شاء الله سيتم تخريج عناصر أو كوادر مهنية متخصصة. الإدماج كان في سنة 2018 وبداية 2019، لا نقول نجحنا بنسبة 100%، ولكن نجحنا في انضواء عديد من التشكيلات المسلحة تحت هذه الدورات التخصصية، والآن يعملون بكل مهنية ومن حين لآخر تقام لهم دورات في مجالات عملهم طبعا في هذه الأمور الأمنية. لا يخفى عن الجميع أن في أكبر دول في العالم والمعروف منها بالدول العظمى وزرتها أنا شخصيا، لديها مؤشر جريمة مرتفع متعلق بالمسائل العلمية.
السيد الفرجاني المجرم أصبح متعلم ومتعلم جدا، وبالتالي كان لزاما علينا أن نكون في خط متوازي مع هذا التطور العلمي الحاصل للجريمة والجريمة المنظمة. جيد أنت ذكرت مسألة مهمة ونقطة مهمة، هو التطور العلمي اليوم للجريمة، وهذا يتطلب تطور كذلك من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة في ليبيا. يعني الكاميرات المراقبة لتتبع المواطنين الخارجين عن القانون أو الجماعات الخارجة عن القانون أو المجرمين بين ظفرين لمراقبتهم في الشوارع ومتابعة ما يقومون به، يعني هناك يعني أشياء غير متوفرة على الأرض. يعني هناك دول يعني جارة أو غيرها متوفرة هذه الأشياء لديهم، احنا عندنا مشكلة في كاميرات المراقبة، يعني هذا أقل شيء يجب توفيره في للمساعدة لعمل القطاع الأمني في ليبيا. أين تكمن المشكلة هنا؟ هل في الحكومة أم من المقترحات التي تقدم للوزارة المعنية سيادة اللواء؟ طبعا وزارة الداخلية لم تقف إلى حد وجود كاميرات المراقبة، بل وذهبت بعيدا في هذا التطور العلمي بإشراف مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية. التحول الرقمي هذا أنتج عنا تطبيقات ذكية، هذه التطبيقات بإمكان المواطن الكريم المبلغ عنها أنا شخصيا وعلى وجه الخصوص في الأعياد والعطلات، هذا التطبيق يتيح للمواطن الكريم إبلاغ وزارة الداخلية عن جرائم داخل حتى أروقة الأزقة، ونضمن له عدم إظهار الاسم الخاص بالمبلغ. على ضوء ذلك يتم تكليف الأجهزة الأمنية المتخصصة أو مركز الشرطة الواقع في نطاقه الجغرافي الخاص بهذا البلاغ بالتحري عن هذا البلاغ من صحته أو من عدمه، بل ذهبنا أكثر حتى وصدر يعني هو هذا جيد سيادة اللواء، يعني مع توفر هذه الإمكانيات اللي تكلمت عليها وهي هي هي جيدة مقارنة بالوضع الحالي في البلاد، هل تشوفوا بحكم عملكم بأن الجريمة يعني نقصت وتم القضاء عليها ولو نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية بعد توفير هذه الإمكانيات؟ وهل يتفاعل، حتى السؤال هنا يطرح نفسه، هل المواطن يتفاعل مع هذا التطبيق اللي أشرت إليه؟ نعم، هو المفترض على المواطن الأمن بداخل منطقته أو محل سكنه أو محل تجارته يفترض فيه أن يكون مساهمة إيجابية في تفعيل الأمن بالمنطقة. لربما إحنا قلنا أن ذهابه لمركز الشرطة سيخلق، لكن هذا يتطلب نشاط كبير من قبلكم الجانب التوعوي سيادة اللواء. نعم، توجد لدينا إدارة العلاقات والإعلام الأمني حقيقة ليست بمقصرة عن طريق القفشات والوقفات الإعلانية من حيث البلاغ عليه حتى المدة القريبة الماضية لعدم لمس الأشياء التي يعتقد أنها من ضمن المتفجرات. وهنا أعرج بالذكر والشكر لمكتب الخاص بتفكيك المتفجرات تابع لجهاز المباحث الجنائية، صراحة شغل كبير وكبير جدا. استقبلنا عديد البلاغات من المواطنين الواقع مفاتنهم ومحالهم التجارية في نطاق الاشتباكات المدة الماضية، وفعلا قاموا بأمور إيجابية من إزالة علمية لمخلفات هذه الاشتباكات، وتم تدميرها أيضا بطريقة متعارف عليها. بالنسبة للتطبيقات، ذهبت وزارة الداخلية إلى أيضا داخل المنازل، وذلك باستحداث مكتب لشؤون المرأة ومكتب لرعاية الأسرة والطفل، بحيث هناك بلاغات خاصة بالعنف الأسري، ولدينا ضابطات قادرات أقول لهم كل تقدير واحترام انضباطيين ممارسين لأعمالهن. خلينا نكتفي معك بهذا القدر، سوف أحاول أن أعود لك إذا سمح وقت البرنامج الحديث حول هذه المسألة بشكل موسع. الآن أعود لسيادة اللواء محمود سعيد وكيل وزير الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة الوطنية. سيادة اللواء، يعني رغم استقلالية وعمل المؤسسة القضائية والمحاكم، لكن الإشكال يبدو
في مؤسسات إنفاذ القانون ميدانيا بحجز المطلوبين أو إحضار المتهمين للعدالة وحتى حماية الشهود مثلا، ألا يعني هذا أن اختلال نظام الشرطة يؤدي بالضرورة لاختلال النظام العام بهذه الطريقة؟ الحقيقة سيدي بنعرض على نقطة ذكرتها أنت اللي هو الخلل في دمج المقاتلين. نعم، دمج المقاتلين، وزارة الداخلية دمج 820 ألف مقاتل في صفوف وزارة الداخلية. عندنا نماذج منهم الشرطة المنضبطين وضباط ويؤدوا في عملهم بكل كفاءة وبكل مهية وقمة في الضبط والربط. مانيش عارف ليش مصرين ان في خلل في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية لا يمكن ان نصلح من وضع قائم كان فيه انفلات امني كامل خلال فترة سنة او سنتين او ثلاث. الحقيقة الدمج كان بطريقة، لأننا مصرين احنا سيادة اللواء على وجود خلل، لان في لان احنا ننقلوا لك راهو في راي المواطنين اللي هم قراب منكم راهو على 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 الارض، ومازال راح ننقلوا صوتهم في بعض التعليقات. احنا نتكلموا يعني احنا نتكلموا على حاله هي اليوم موجوده بفعل يعني ضعف بعض الاجهزه للقبض على عناصر يمكن ان يكون لها نفوذ في مؤسسة عسكرية ما أو جهة ما أو غيرها من ذلك. نحن نتكلم من هذا الجانب سيادة اللواء فقط. تمام، احنا عم نوضحه وبنجاوبه على تساؤلاتكم اللي هي يسر. تفضل. نعم، بكل تأكيد المواطنين هذيما يتابعوا في صفحة وزارة الداخلية ويشوفوا في كم هاي الضبطيات. سؤالك فيما يتعلق بالأجهزة القضائية والضبطية برضو. نعم، الضبطية كنا هناك ضعف بكل تأكيد، أن هناك يعني مناش زي سويسرا 100% أمورنا ممتازة وأمورنا 100% ممتازة، ولكن هناك تحسن ملحوظ وممتاز. يعني نشوف فيه تقديري الأمني دي باعتبار أن تعال شوف دوره في السجون، ذكر مع حقيقة وقيف من جميع الأشكال، جرائم القتل، جرائم المخدرات، الجرائم الإرهاب كل يوميا في قبض عليهم ويحاولوا للنيابة العامة، في ضغط حتى على المحاكم والنيابات في قضايا مثلا سنة ونص وسنتين، بدليل أن حجم العمل وحجم الضبطيات يوميا في ضبطيات، يوميا في قبض، يومين في حالة للنيابة العامة، يومين في قضايا حالة للعام. هناك تعاطف بين الأجهزة الأمنية اللي موجودة داخل الدولة الليبية حقيقة، حتى اللي بيشتغل على الوزارة الداخلية، وضبطياتنا بشكل مستمر بشكل يومي وبأعداد كبيرة جدا. يعني خلينا نبين الجانب الكويس والجانب السيء. هو سيادة اللواء وكويس أنك ابتسمت في هذه الحلقة. لا، احنا نتكلموا على الجهاز الشرطه، يعني هذا يهم الليبيين، يعني هو لدرجه في بعض السنوات يعني المواطن لما يخالف شرطي يفرح ويصور معاه وينزل يقول الحمد لله البلاد بدت تتسقم نوعا ما وفي قانون او في ضبط. احنا معاكم مش ضدكم سياده اللواء، لكن بندفعوا بهذه العجله الى الامام، بنشوفوا المعوقات، شوفوا اسئله المواطنين، شوفوا هذه التساؤلات بنحاولوا الاجابه عنها بكل يعني تجرد. يعني هو يفرح يقول لك المواطن لما انا نمشي نرفع قضيه او نظلم في موضوع ما، أم نمشي لمركز الشرطه او غيره، هل نشوف سيارة شرطة فعلا توقف معاي تجيب لي حقي؟ ما نشوفش سيارة تويوتا مضلمة أو هذه المصطلحات والمفاهيم موجودة من قبل المواطنين، شوفوا لا في تشكيلات مسلحة تتحرك. لا، هل الدولة اليوم فعلا تشوف هي جهاز الشرطة الشرطي اللي يعمل في هذا الجهاز يقوم بالدور المطلوب منه من القبض، المتابعة، نقل النيابة دون تدخل هذه التشكيلات العسكرية المسلحة التي تتجاوز القانون في كثير من الأحيان سيادة اللواء؟ هذا موجود بكل واقعية، يعني قدامنا يوميا حول النيابات، يوميا حول المحاكم المسلحة والسيارات اللي تكاد تكون اختفت من الشارع العام حقيقة في بعض المدن وبعض المناطق، بنعدم الهيئة فيها السيارات اللي هي معتمة والسيارات اللي عليها سلاح والسياسة. يعني ما نقدرش ننكر أن بعض المناطق ما زال موجود فيها، ولكن في تحسن ملحوظ يراه الناس كلهم، أن
هذه المظاهر المسلحه نعم بشكل كبير جدا يعني. جيد. هو اللي نحب نوضحها ان نعم. الوضع افضل كثير من السابق حقيقه يعني. طيب نحاول نشوف الحاله لوين وصلت اليوم فيما يخص الجانب الامني والاجهزه الشرطيه، هل تعمل اليوم بالشكل المطلوب منها مقارنه بالسنوات السابقه؟ بس راح نكملوا هذا الحوار مع ضيوف نسخه الليله، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة الليلة من نسخة إلى الرأي العام، ونحن نناقش في هذه الحلقة الوضع الأمني في ليبيا وكذلك أحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني في البلاد. الآن مشاهدينا نأخذ بعض التعليقات من بعض المواطنين اللي تكلموا على دور الشرطة وعلى هذه المناسبة وكيف لها أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الأمني في ليبيا. خلينا نأخذ بعض التعليقات من المواطنين. مروان الجهمي قال هو هذا الشرطة يعرفها غير في الاحتفالات، وأما الباقي ماشي للميليشيات فلوس وسيارات وسلاح، رب يكون في العون وخلاص. التعليق اللي بعده من عبد الله الورفلي، عبد الله قال حاشا البعض طبعا، والشيء هذا نشوف فيه، هل باراقد الريح هو اللي واكلها؟ كان الشامخين والشامخات لا طرقات لا شيء، ومرش مظلم وما حد يوقف فيهم، وما ظنش رافعين معاهم حتى مستند شخصي، وتبوا الأمن يصير منا. ومع هذا كله نحترم أي رجل أمن وأي مروري مخلص ويؤدي في عمله بكل ضمير وبدون أي تحيز، والعفو للكل لو قدر ما يجيش على شخص دون الآخر، ربي يحفظهم ويرعاهم ويصلح حال بلادنا وحال العباد. نشوفوا التعليق اللي بعده. الشريف غزال قال بالله كان في وزارة الداخلية وعناصر الشرطة صحيح، امشي افتح جزيرة الأسبان وافرض هيبة الدولة وسادكم وهم. إذا في تعليق ثاني شباب. نعم محمد نعم، القرار لا يشمل تيوتا المسلفرة، نشكر المواطنين لتفاهم وضع الشامخين. إذا في تعليق آخر، ميسا يوسف قالت من فضلكم علاش شرطة حي الأندلس أندلس ما تديرش دوريات في الزنقرة، وفي مجموعة شباب الواضح مش بوعيهم كل يوم القايلة وفي الليل يشربوا في خمر في الشارع قدام كافي دي روما، وتصير يعني في إشكاليات هناك، في ناس قريب ماتت من الخوف وهربت لزنقة قريبة ودرست، يعني تحكي
في إشكاليات تحدث في أزقة منطقة حي الأندلس وهناك مشاكل كثيرة. طيب عمر الكاتب، عمر الكاتب نعم، هزيز زايد والتحديات واضحة، ما القعاد في العاصمة والاستعراض والغناء لن ينفع شيء وكل شيء معروف. في تعليق آخر، الكمان الثائر آخر تعليق، سيستثب الأمن حينما يتم توفير لكل عضو هيئة شرطة قبل خروجه إلى أداء المهام كل احتياجاتهم وتحفيزهم على كل ما من شأنه الرفع بمستوى هذه المؤسسة الأمنية، وفقكم الله. إذن كانت هذه أبرز التعليقات حول هذا الموضوع من قبل المواطنين على عمل القطاع الأمني في ليبيا وعلى عمل الشرطة. بالعودة الآن للواء عبد المنعم العربي، سيد عبد المنعم خلينا نتكلموا على شرطة المرور ومن بعدها نحاول تسليط الضوء على بعض أقسام الشرطة في ليبيا. هل تشوفوا أن قسم المرور قائم بدور المطلوب منه في المناطق العامة حتى من ناحية التخفيف من حدة الازدحام؟ لأن هناك شكاوى كبيرة حول هذا الموضوع. دعني أقول لك أن هناك حتمية إن صح التعبير التواصل والتواصل المباشر مع مصلحة الجسور والطرق لتعديل الطريق. لا نلوم المواطن إذا مخالفته الاتجاه المعاكس أو غير ذلك. نعم يعد جنحة في قانون المرور، ولعل لون بشرة أعضاء المرور خير دليل على أداء مهامهم بكل ثقة ومهنية. بالنسبة لي أعرج على قوة دعم المديريات، بارك الله فيهم حقيقة، يعني عدة قضايا تم نشرها على صفحة الوزارة أو صحيفة الميزان أو برنامج الأمن والمجتمع إلى غير ذلك. أرد على بعض التعليقات بشأن السيارات المعتمة. شاهد المواطنين جميعا عملية المجاهرة بالأمن والحملات المرورية الواسعة على كل مدينة تتم ضبط وحجز وليس استيقاف ومخالفة، ضبط وحجز هذه المركبات المخالفة. هذا دليل على عمل أداء رجال شرطة المرور والنجدة. لست هنا بمحل محام عنهم، ولكن شهادة المواطنين منذ خروجهم في الصباح الباكر سواء كان ذلك أثناء المواسم الدراسية الابتدائي أو الإعدادي أو خلال أيضا آراء أولياء الأمور، يتواجد عضو الشرطة من الساعة 6:30 صباحا. يعني نقدر نقول اليوم رجل الشرطة رجل المرور يستطيع أن يقوم بإيقاف أي مواطن. أوراق السيارة ربما تكون، خلينا نتكلموا بالعامية، تكون أوراق طايحة، التأمين وغيرها من هذه الإشكاليات. نعم. يكون بدون لوحات بدون كذا. اليوم رجل الأمن هو يعني اليوم في موقع يخوله، يقدر يضبط أي شخص خارج إطار القانون دون المهادنة في هذه المسألة. هل نستطيع وصف هذه الحالة بهذه الطريقة؟ طبعا مستودع المركبات الآلية التي تم حجزها عمل رجال المرور ومراكز الشرطة حتى البوابات الليلية أمام المراكز، تطبيق القانون بتجرد بدون التبعية التي تتبعها المركبة. طيب هو خلي احنا نكونوا نوصلوا اغلب يعني الشكاوى من قبل المواطنين. في تعليقات كثيرة حول ما يحدث في منطقة حي الأندلس في الأزقة هناك وفي مشاكل. انا حاولت يعني نفهم ما كتب الحقيقة، يعني في اخطاء شوية لغوية وكان من الصعب علي ان انا نفهم ما كتب، لكن في مشاكل، مجموعة مجرمين يتعاطون المخدرات ويتعرضون للناس في المنطقة في حي الأندلس وغيرها من الأزقة الموجودة في منطقة حي الأندلس. يعني هل تبعتم هذا الموضوع؟ هل وصلتكم شكاوى حوله؟ ومن هذه الجماعات الخارجة عن القانون هناك؟ وليش ما نشوفوش دور يعني الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة؟ أنت بتجيب على المتابعين الآن سيادة اللواء. نعم سأجيب على بعض التعليقات انطلاقا من الحديث الصادر عن زميلي السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، وهو عن الخاص ببلاغات المواطنين. القانون الإجراءات الجنائية
يحتاج إلى تحديث. نحن نعمل بقانون منذ سنة 53، هناك مسائل تطورت سواء كان في القبض أو الاستيقاف أو التفتيش أو غيرها. هناك مواطنين لا يرغب في دخول سيارات الشرطة أو دوريات الشرطة داخل أروقة الأزقة كما حدثتك قبل قليل. دوريات المرور ومراكز الشرطة متواجدة على الطرق الرئيسية وبعض الطرق الفرعية وبعض الطرق الزراعية. بس هي المنطقة هذه تقريبا اللي يتكلموا عليها في حي الأندلس هي منطقة على البحر، ودائما المشاكل فيها موجودة في طرابلس، وهذه نعم مش المرة الأولى. وحتى قوة الردع كانت قبضت على مجموعة من الأفارقة من يتاجرون في المخدرات في تلك المنطقة. يعني المنطقة مش جديدة، يعني هي مخالفة للقانون. نعم، من خلال منبركم تقدم بالشكر لجميع الأجهزة الأمنية المساندة لعمل وزارة الداخلية، ولكن دعني أستكمل لك الجزئية الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية. هناك بلاغات لا يحتمل فيها الصدق أو البلاغات الكاذبة صح التعبير، نحتاج إلى تعديل على وزن خصوص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. هنا نقف إلى الشكوى الطرف المتضرر. لابد الجار الذي تضرر من خلال هؤلاء الشباب الموجودين في أروقة الأزقة لابد من تقديم بلاغ مباشر لمركز الشرطة، أو كما حدثتك قبل قليل عن طريق التطبيقات الذكية بإمكانه باستعمال هاتفه الخاص، ونضمن له، أذكرها للمرة الثانية، نضمن له عدم ذكر اسم المبلغ. سيقوم مركز معلومات بالوزارة بإحالة هذا الشكوى أو البلاغ على مركز الشرطة المختص مكانيا أو جغرافيا بهذه الواقعة. جيد، آمل الصورة تكون وصلت لكل المتابعين ولكل المواطنين حول هذه المنظومة الجديدة التي باشرت فيها وزارة الداخلية. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء عبد المنعم العربي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أشكرك على كل هذه التفاصيل. الآن بالعودة للواء محمود سعيد. سيادة اللواء، يعني خلينا نتكلم شوية على موضوع أثير المدة الماضية وأثار ضجة، يعني نسأل عن رئيس لجنة القبض والتحري بمديرية أمن الزاوية الذي قيل عنه في وسائل التواصل أنه من مروجي المخدرات، نريد أن نستوضح منك هذا الأمر. سيدي، في الحلقة نحن نشتغل وفق لقوانين ووفق لإجراءات، وهذه القوانين تشتغل أولوية بكامل. الآن شخص معين بترويج مخدرات أو أنا لا أدافع على أحد ولا أبرر أحد، ولكن الحقيقة أي شخص بده يتقدم ببلاغ رسمي ويثبت فيه الأدلة الموجودة، لو أنه تم ضبطه متلبس بكل تأكيد أنه حيحول للحكم. ولكن البلاغات اللي هي مكتوبة على صفحات التواصل الاجتماعي حتى ربما تكون أيدية، أنا لا أدافع عن أحد ولا أبرر أحد، ولكن الحقيقة نحن لدينا إجراءات، عندنا إجراءات لابد أن نتبعها، نحول أو نحط شخص في بالة الاتهام أو حتى طبعا الاتهام من اختصاص النيابة العامة على جمع المعلومات، لابد من 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 أدلة، أو إذا كان هناك شخص متضرر لابد من تقديم شكوى. يعني تبعتم الموضوع وجمعتم المعلومات والرجل ليست لديه أي سوابق، هكذا تقول سيادة اللواء؟ أسمع أقول لك، أنا ما أبرر أحد ولا أتهم ولا أبرر. الحقيقة أنا رجل ما أعرفهاش، ما عندي به سبق معرفة، ولكن شيء ثابت رسمي أو دليل ملموس ما عندناش. عنده أي دليل أو إثبات يتقدم به لمراكز الشرطة مفتوحة أو للنائب العام أو لوزارة الداخلية. تحدثت سيادة اللواء عن إدماج المقاتلين في وزارة الداخلية وغيرها، يعني الرتب كيف تعطى لهؤلاء الأفراد الذين تم يعني جلبهم من تلك التشكيلات المسلحة واحتوائهم في العمل الأمني في وزارة الداخلية، نرى يحملون رتب وغيرها من هذه الأمور، على أي أساس
على أي أساس يتم ذلك؟ هل يعني تحصلوا على دورات مكثفة؟ لأن في سنوات ما كان من الصعب الوصول لأول رتبة، لا نتحدث عن المستوى الكبير في هذه الرتب، الآن أصبحت تعطى كما يرى البعض. الرتب تعطى وفق لقانون الشرطة. وفق القانون 10 والقانون رقم 12، والآن وفق القانون رقم 6 القانون رقم 5 المعدل ب6، هناك ضوابط وفق قانون الشرطة تعطى بها الرتب، سواء أن شرطي أو نائب عريف أو عريف أو رئيس عرفة أو مساعد ضابط أو محافظ أول أو ضباط من رتبة ملازم إلى رتبة لواء. وفق لقراءات قانونية موجودة في قانون الشرطة. المجموعة اللي تحصل على رتبة ضباط في الحقيقة كانوا من اللي احنا يسموها دفعة البركان، مجموعة من المقاتلين لديهم شهادات جمعية وشهادات في حد اللي عنده شهادات عليا، قمت لهم دورة تدريبية مكثفة وتخرجوا ومنحوهم رتب ضباط. الموجودين الآن في كلية ضباط الشرطة عندنا العدد حوالي 300 أو يزيد الآن إن شاء الله، قضوا سنتين تدريب والآن على وشك أنهم يتخرجوا إن شاء الله. جيد، هذا كلام جيد. يتم تخريجهم وين يتم تعيينهم بعد ذلك؟ كم رجل شرطي اليوم معتمد سيادة اللواء معتمد وموثق في منظومة الداخلية بمختلف يعني مدن ليبيا؟ لأن هذا السؤال يسأل فيه المواطن العادي، يقول لك أنا نقعد في سمافر ومثال راس حسن نلقى الدنيا زحمة، نلقى مواطن عادي هو اللي يعني يسرح في اختناق الطريق وحالة الازدحام الموجودة في كثير من المناطق لا للحصر، يعني وين دورهم على الأرض؟ أنتم تخرجوا كل سنة هناك في تخرج وغيرها، لكن ليش ما فيش رؤية واضحة وآلية حول هذا الموضوع؟ بداية السؤال ما سمعتهاش. يعني نحن نتحدث سيادة اللواء، أنت تحدثت عن تخريج دفعات في كل سنة من رجال الشرطة وغيرها، ولكن على الأرض نرى المناطق الحيوية في الكثير من المدن الليبية في اختفاء واضح لرجل الشرطة من أجل حل المختنقات المرورية، فيضطر المواطن أن يخرج من سيارته ويحل المشكلة وفي غياب واضح لرجل الشرطة في هذه الحالة. يعني احنا نتكلم عن عدد كبير من رجال الشرطة السابقين وكذلك الذين تم يعني تخرجهم من الكليات المعتمدة في ليبيا، وين دورهم على الأرض ولماذا لا يتم متابعتهم ومحاسبة من يقصر في عمله في هذه المسألة؟ والله أي شخص ما يشوفش رجال الشرطة اللي موجودين داخل بالخاص داخل مدينة طرابلس يشوف فيهم في أسوأ الظروف والأحوال والعوامل الجوية في الصيف في الشتاء في المطر في الصقع وقاعدين في وسط المستنقعات نتاع المية، حقيقة اللي يقول أنا ما شوفش فيهم والله وين دورهم، هذا يعتبر أنا أعتبر حقيقة أعم، لأن موجودين وقاعدين في كافة فصول السنة موجودين في الشوارع ويسهلوا في حركة السير. ماذا عن المدن الليبية الأخرى؟ أفضل المضافات هذه، هذا مهوش بالدور رجال الأمن، طرقهم تعادنا من قعدات من السبعينات، ما في السيارات كل يوم الموالي تنزل في سيارات جديده، ما فيش حوض، ما فيش 10 و15 سياره، حتى العيل اللي عمرها 12 سنه مدير له سياره، وانت الطرق نتاعك قعدات من السبعينات، قاعده الطرق موجوده من السبعينات، لا عندك مركز جوال ولا عندك طريق كويسه ولا عندك كبريات. يعني سيادة اللواء أنت تؤكد أن المشكلة في البنية التحتية وليس في تكليفات رجال الشرطة على الأرض. يحاول أن يسهل حركة السير بقدر الإمكان، لكن البنية التحتية ما تساعدش على أن تكون حركة انسيابية. طيب اعتبار أن الطرق اللي عندك عادات من السبعينات ما فيش فتحت شق طرق. المشكلة مش في الانتشار، المشكلة في البنية التحتية. سيادة اللواء نعطيك كلمة أخيرة باش نختم معاك الحلقة هذه، شنو تقول اليوم وشنو يطمح القطاع الأمني في ليبيا في المستقبل؟ وزارة الداخلية ما هي رؤيتكم المستقبلية من أجل يعني تطوير جهاز الشرطة في ليبيا ودعم أفراده وغيرها من هذه الأمور؟ رسالة أخيرة. بالحقيقة
وزاره الداخليه في الدوله الليبيه ما تأديش عملها بشكل نموذجي، ما هيش نموذجيه، ولكن اتمنى الانصاف في رجال الامن اللي موجودين في الشوارع واللي يطلق عليهم النار كل يوم واللي يقبضوا على المجرمين كل يوم يسهروا في الليل، ان يتم انصافهم حتى من قبل المواطنين ومن قبل الاعلاميين بالذات. هذا بالدرجه الاولى. الامن يحتاج الى امكانيات، يحتاج الى تحديث، يحتاج الى الامن لابد يكون فيه تكاتف الجهود من كافه اطياف المجتمع ومن كافه كل الوزارات الموجوده في الحكومه عندها مهمه امنيه. كل الوزارات، الصحه، التعليم، المواصلات، كل كل طيب الحقيقه اللوم الابي ما هوش على رجل الامن ولا وزاره الداخليه. طيب صح عندنا تقصير، عندنا قصور. وصلت 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 الصوره سياده اللواء، وصلت نعم وصلت الصورة سيادة اللواء محمود سعيد وكيل وزير الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة الوطنية. اكتفي معك بهذا القدر وشكرا جزيلا لتواجدك والمشاركة معنا. سيادة اللواء عبد المنعم العربي عاد معنا الناطق باسم وزارة الداخلية، يبدو بأن لديه ما يقول ويضيف حول هذا الموضوع، تفضل سيادة اللواء في عجالة فقط. طبعا أحب أن أوضح للسادة المشاهدين أن مديريات الأمن بكامل التراب الليبي يتراوح عددها من 52 و56 مديرية الأمن. حقيقة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير لمين لديه بيانات وإحصائيات حقيقية حول الأداء الأمني إن صح التعبير لكل مراكز وهو أقسام البحث الجنائي والمرور والنجدة بشكل علمي ومنظم، وبالتالي تكون الوزارة استطاعت الإلمام أو الربط إن صح التعبير الأمني الخاص بالمطلوبين ومحاضر جمع الاستدلالات والبرقيات المتواترة بين كل مديرية ومديرية. هذا من جانب. إضافة أخرى والكبيرة، طبعا عملت وزارة الداخلية ولا زالت تعمل على العرس الليبي الذي ينتظره كل الليبيين. لديها استراتيجية خاصة وزارة الداخلية حول الملف الانتخابي بالتنسيق الكامل مع الهيئة العليا للانتخابات، طبعا الإدارة العامة للعمليات الأمنية وإداراتها المنبثقة عنها المتخصصة والدعم المركزي، كل مشارك في عملية التأمين من صناديق الاقتراع وحتى المرحلة القانونية. نتمنى التوفيق لكم سيادة اللواء عبد المنعم العربي. نتمنى التوفيق لكم. وصلت معك لختام الحلقة للأسف الشديد، ونشكر الزملاء اللي يضافونا بعض الدقائق لتضيف ما أدليت به الآن. شكرا جزيلا لك سيد عبد المنعم العربي اللواء الناطق باسم وزارة الداخلية. أيضا الشكر موصول للواء أحمد بوكرام مدير إدارة العلاقات العامة، وكذلك هو المتحدث الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية، والشكر من جديد موصول للواء محمود سعيد وكيل وزير الداخلية للشؤون العامة. بهذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة الليلة من نسخة للرأي العام. نحن مع رجال الشرطة في يومهم الوطني، نحن مع عملهم، مع أدائهم على الأرض لخدمة الوطن والمواطن بكل ارتياحية وتطبيق القانون على الجميع. بهذا وصلت معكم لختام حلقة الليلة من نسخة إلى الرأي العام، الملتقى في حلقة جديدة. إلى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي ودمتم في حفظ الله. إلى اللقاء.